فيا نساء المسلمات لا يغرركن الممسوخات ممن تربين على غير السنة، وإن كان آباؤهن وأمهاتهن ورجالهن ونسوتهن على السنة. فهؤلاء النسوة غرر بهم قوم هم من الدعاة إلى أبواب جهنم، فأخرجوهن إلى مغاضب الله عز وجل وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفضلنا يا بناتي من كن حاضرات هنا ومن يسمعني عبر موقع ميراث الأنبياء، تفضلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء. من هي الرجلة؟ هي التي لا تتورع عن محاكاة الرجال في الملبس، في المشي، في المخالطة بحجة الدراسة أو مجالس نيابية، وترفع أصوات صوتها بحجة أن هذا من حقوقها السياسية، أو تجلس في مقاعد الاستقبال محاسبة مستقبلة كمتبرجة أو متعطرة. هذا كله ليس من أعمال النساء، بل هو من خصائص الرجال. فتفضلنا وعدنا يا من تحرص على دينها وعرضها ونفسها، عدنا إلى بيوتكن وقررن فيها، قرنا، تأسينا بأمهاتكن الذين قال الله لهن، وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن. فإذا كان لا بد فلتكوني معلمة نساء، أو متطببة في نساء، أو ممرضة في نساء. أعمال النساء مع بنات جنسك، والله وبالله وتالله ما أنا إلا ناصح لكن إن شاء الله. وعليكم يا معشر الأولياء أن تأخذوا على أيدي هؤلاء السفيهات اللاتي ألقينا الحشمة ونزعنا الحياء وارتكسنا في تقليد نساء المعسكرين الشرقي والغربي الكافرين. فإن لم تفعلوا ذلك فإن عليكم مثل آثامهن وأوزارهن، لأنكم أقررتم المنكر. نسأل الله العافية لنا ولكم في الدين.